فأنا أرجو فعلا من المواطن، وأرجو من المواطن فعلا أن يتجاوب ولا يتحول إلى إحباط ومحبط يصير، بحيث أنه يقول أن هذا المجلس ما منه فائدة. لا، نبدأ نكرر ونغير وجوه ونغير وجوه، ونضغط على المرشح حتى تتحقق الأماني التي نأمل إليها، فيها نماء المجتمع وفيها الحياة الكريمة والعيش الكريم. حسب مقولة صاحب السمو، أن العيش الكريم هذا أمر أساسي يجب أن لا يمس للمواطن. نعم.